العافيه، اهلا وسهلا فيكم في موسكو مره ثانيه. كمان شايفين وراي فور سيزون هوتيل، طبعا هذا اسمه الان فور سيزون هوتيل بس هو لم يكن هوتيل فعليا. هذا عباره عن احد المباني حكومه الاتحاد السوفيتي. زي ما انتم شايفين المبنى هذا نصين، كل شكل بيختلف عن الثاني. القسم اليمين يختلف اختلاف كلي عن الشمال، مش متشابه. ليش؟ شو قصة هذا؟ طبعا القصة سهلة وحلوة والكل بيعرفها يمكن اللي عايش هون. هذه عبارة عن الاركيتكت او الفنان المعماري اللي رسم عمل هذا المكان، قرر انه يرسم رسمتين عشان يورجيهم لستالين وستالين يختار بينهم. فستالين طبعا وقع بالنص عليهم، فما عرفوا يعني خافوا انه يسألوا ستالين اذا اي واحد عجبك ويقدمهم، فعملوا قرروا انه يعملوا نصه هيك ونصه هيك خوفا من ستالين. يعني قصة يمكن غريبة ولكن قصة واقعية حبيت اشارككم اياها، ويعطيكم الف عافية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع